متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رحلة للبحث عن النحل، عن نحل العسل في برية كنعان. فريق العمل يتكون من وضاح الربيعي، أبو علاء أبو أيمن الشمري، وكذلك شاكر سريح الشمري. هذا فريق العمل، ويعني وياكم ماجد الطليحي. تحياتنا لكم، إن شاء الله راح تكون رحلة ممتعة، راح نصورها لكم، رحلة البحث عن النحل. اي استاذ العادي، هسه هذا الاطار. نعم اي بس شويه صوتك اعلى حتى ينسمع. هذا مختوم وتشوف فوق بس عسل. اي هسه هذا الاطار مختوم بس عسل. نعم، لا بيوض ولا حبوب لقاح. اها، هذا راح اعزله عن النحل، ما خلوه ويا النحل. واحد لان هذا من حطه ويا النحل راح يقع عن النحل، يمرده يمرد النحل. صحيح، عسل ويسيل عن النحل. صحيح، زين. نعم، طبعا متابعينا خاف ما تسمعون شاكر، هسه هو جاي يطلع بالاطارات المختومه المليانه بالعسل. صحيح، وانا ما اقدر اتقرب لان الخليه هايجه. اي تفضل. عيني ورا ما، يعني هذا الاطار جاني مختوم، الاطار اللي بعده لا، في بيوض في عسل وفي حبوب لقاح. هذا تخليه بال هذا راح احطه بالصندوق. بالصندوق اي. نعم، وبعدين نشرح لك النقطه مرحله. ان شاء الله ممنون، بارك الله بك. هذا هم كذلك مختوم بس عسل. نعم، ما شاء الله، لا بيوض ولا حبوب لقاح. اذا متابعينا تشوفونه راح اما اقرب الصوره اخذ زوم لها. شوفنا يا هسه، شوفنا يا بس عرضه. هذا الاطار المختوم وعرضه شاكر. اي استاذ، هذا استاذ مختوم. نعم، بس عسل، لا بيوض ولا حبوب لقاح. نعم، هذا اللي يشوفونه بايده بس عسل مختوم هذا. ايه؟ نعم، ايضا راح يعزله وحده. هذا الاطارات اللي جوا احنا صارت تسويه، مال اللي جوا ضل عسل واللي فوق. هسه هذا همي انا مختوم نفس الشيء؟ هذا هم نفس الشيء. اي ما شاء الله، خلي. طبعا الخبير شاكر يواصل عملية البحث، واحنا الله يسترنا من النحل. طبعا متابعينا الخلية هايجة، واحنا على بعد 3-4 امتار عنها. تستعجل لا تستعجل، على كيفك حتى ما تمرد الخلية. هم عسل. نعمة، هذا بيوض؟ هذا بيوض. ايه. نوعه؟ ايه. هذا بيوض. راح تخليه بالصندوق. بالصندوق. نعم. شفتوا متابعينا؟ هذا هم بيوض هذا. هذا ايه. بيوض وزنابير وعسل. لا بيوض صار. هذا شنو شاكر؟ عسل وبيوض. اي ما شاء الله. شاكر، هسه هذا شنو؟ نص عسل ونص بيوض. نعم، بس البيوض اكثر. لا البيوض اكثر، لا تعاني. العشوائي جبته على شو اسمه؟ حق ايش قد ينقط الكعبه؟ راحن بالقاع كلهن.
صديقي؟ كله عسل ما شاء الله؟ نعمة. شاكر جاي يسوي هسه؟ شو تريد تطلع هسه؟ ها اهم شيء عندك الملكة. اها نعم. تغرق بالعسل. دير بالك. دير بالك على كيفك. شاكر عيوني انت جبت لنا حتى النحل وياك. ها اللي يريد عسل شلون؟ يا ستار يا ربي. وين هذا؟ هذا العسل؟ والله توقف وهي ونحل الماء. تقول لا تطيرها علينا. والله راح نكالو. الزم وضح. شو الزم هو راح؟ متابعيني هذا العسل شوفوا. هذا العسل الطبيعي والنحله جاي تفتر. تعال تعال. وكل زم عيني. هاي بيها وصخ. هي وصخه. لا لا شو يصير؟ كل الاشاره خرب حظك شاكر. عيوني خبيرنا. عيني استاذ. هسه انت احكي لنا لي وين وصلت بالضبط؟ انا هسه وصلت اخر اطار. اي. هذا الاطار الاخير بينه وبين الخشبه الزنابير خاتمه. زنابير النحل. نعم. الملكه لحد الان ما واصلها. وهذا الاطار قافل عسل الوجه. ما شاء الله. اي الحمد لله. اي. ما اقدر اشيله اخاف الملكه بي. زين. شويه لمنه يجري عسل. لا هسه ايش راح اسوي على كيفك؟ هسه راح اسوي له دخان. اي. خذ الزنابير مال النحل. اي. من فوق. اي. من ورا من يم الخشبه راح يتقدم اللي ورا يصعد لفوق. نعم. اشيل الاطار واجمع راح تصفر لي بس الزنابير. نعم نعم. يعني من ابدا اشتغله ميز الملكه وين. بس لحد هاللحظه ما واصل الملكه. الله كريم ان شاء الله توصلها. ان شاء الله احنا نتابعك. متابعينا احنا نقول الخليه هدأت بس اللدغ على قدم وساق الفريق كله باستثناء ابو حسين شاكر باعتباره مدرع بال متابعينا الكرام طبعا هذه قرية مهجورة خالية من السكان تماما. ابو حسين ايش جاي تسوي عيني هسه لي وين وصلت؟ نعم. ابو العسل عزلته واحد. اي. نعم. هسه انت يعني الاطارات كلها عزلتها. ابو البيض واحد وابو العسل واحد. ابو العسل واحد. اي. عندي اهم شيء الملكه جاي ابحث عن الملكه. ان شاء الله توصلها. زنابير هواي. اي. جاي ادخل فيه بالصندوق. هسه انت وصلت ليا مرحله ان شاء الله. هسه وصلت المرحله النهائيه استاذ. اي. بفضل الله الملكه موجوده داخل الصندوق. راح نقربها. هذا الصندوق خليت الملكة بيه. الملكة بيه وقبضته. نعم. ما اقدر اشيلها هسه. خليها لليل. اخلها لليل. نعم. واذا بالليل زنابير بعد هنداي خاتك ومن هن ما يطبن. اي. اتركها ثاني يوم. اي. كم لليل. اجي اشد الباب مالهن ان شاء الله واشيلها واوديها لليل. خير ان شاء الله. اي. هذا ش... هذا ال... هذا ايش بيه ان شاء الله؟ هذا بيه ان شاء الله عسل. اي. هذا العسل وخير ان شاء الله. موفق ان شاء الله. متابعينا هذا العسل هذا
الطبيعي. العسل الطبيعي هو والشمع مالته والزنابير، حتى الزنابير هم بيقسم. هذا ابن امه. ايه ابن امه. ايه الروس هاي اخر نهايه. هذا لو ينكال؟ لا ما ينكال. يلا راح يفرزه. هذا القاحي خليه، العسل خليه. عندك شو اسمه؟ شاف ايش تعال تفهمنا؟ ان شاء الله، وان شاء الله جوله بس مره. موفقين ان شاء الله. الحمد لله. هاي كانت بقيادتك طبعا. ان شاء الله. موفقين موفقين. شاكر. الله يحفظك. تبين التلمذ شكو؟ ها؟ شكل؟ اقول لك تبين التلمذ شكلت؟ شكلت عسل. وين لقيت العسل بهالجزيرة؟ لقيته. بالعافية بالعافية. يعافيك استاذ. عيني. يعافيك. باكر. ان شاء الله تمت العملية بنجاح، الخلية ان شاء الله صارت بالقفص. وين شاكر؟ كابتن شاكر وين؟ ان شاء الله الخليه بالليل ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا هاي المنطقه اللي كلها عاقول، سبحان الله. هاي الخليه هنا طبعا، هذا اكيد طرد طالع وصاير مستعمره. يابا فريق العمل شنو السالفة؟ ها؟ صار حوتنا بفلس. ليش؟ تعال ها؟ شنو السالفة؟ شو كلكم تعب؟ كم من عضيت؟ اي والله منه. ها؟ منه يسار. هذه مرمو. أصلي ما خلي أمي؟ طب يعني. شلون؟ خلت تدخل رجالة مدينة. يا بس شتات. عيني شاكر. هسه انتم قصيتوا الشجرة. إن شاء الله. المرحلة القادمة ايش راح تسوون؟ المرحلة القادمة هسه انتم قصيتوا الشجرة، شفت الإطارات مالتهم شلون؟ شفت الإطارات والخلية.